السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلونا دلوقتي نعمل شكل كده عبارة عن مجسم، نشوف تأثير الجاذبية هيبقى عامل ازاي. وراكم مثلا نختار الفرشة ديت ونبدأ نشوف الحجم بتاعها، ونبدأ بقى نرسم أشكال متعددة. ممكن مثلا نرسم حاجة بالشكل دوت، ونرسم مثلا حاجة كده وحاجة كده وهكذا. حاجة مثلا بالشكل دوت، تمام. بعد كده هبدأ أعمل سيلكت على العنصر دوت والعنصر دوت، نعمل سيلكت ونيجي هنا نقول له جلو تو باك جراوند، يعني خليك ارزق في الباك جراوند. اهيت جلو تو باك جراوند، تمام. نشغل الشكلين مع بعض. طيب بعد كده ممكن بقى ناخد مثلا بعض الكور، مثلا نحطهم مثلا بالشكل دوت. ونبدأ بقى نشغل. تمام، تقدر بقى مثلا تغير في الشكل شوية، تمام. ممكن انت تحرك انت الحاجة، يعني لو حركنا ده كده هتبدأ الأشكال تتحرك. في طبعا حاجات كبيرة، فتقدر تعمل ألعاب، وممكن طبعا تشغل ان انت تشوف الفورس بالقيم بتاعتها بالانجل زي ما انت عايز، مثلا بالشكل دوت.